الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب، في صفة اليدين ملمح بسيط خفيف، وهي أن العلماء اتفقوا في صفة اليدين على أمور واختلفوا في أمور، فاتفقوا على ثلاثة أمور واختلفوا في الأمر الرابع. انتبهوا، اتفق أهل السنة على أن لله يدين اثنتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته، فإذا عدد اليدين اثنتان بإجماع أهل السنة. انتهينا؟ هذا إجماع من خالف فيه فقد خلع ربقة أهل السنة من عنقه، خلاص ما عاد من أهل السنة، صار من أهل البدع. أروح الإجماع الثاني. طيب، أجمع أهل العلم على أن كلتا يدي الله عز وجل يمين في البذل والخير والنفقة والعطاء، ولذلك يقول هذا الرجل يده يمين، يسراه يمين، لأنه يعطي كذا ويعطي كذا، يمين يعني في البذل والخير والعطاء. فإذا يدي الله عز وجل كلها يمين في البذل والخير والعطاء والنفقة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واضح؟ هذا الإجماع الثاني، ما في خلاف. بقي الإجماع الثالث، وأجمع أهل السنة على أن إحدى اليدين اسمها يمين. فإذا إحدى اليدين يمين في الخير ويمين في الاسم. هذه كم إجماع؟ بقينا في اسم اليد الأخرى، اختلفوا فيه، هل تسمى شمال ولا يمين؟ بعد هي يمين في ماذا؟ لكن هل هي يمين؟ هذا خلاف داخل في دائرة أهل السنة والجماعة، ولا يوجب بين المختلفين لا خروجا عن دائرة أهل السنة ولا غيره، لأن المتقرر بإجماع أهل السنة أن كل خلاف في دائرة أهل السنة فليس من مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعادى عليه. لكن من أنكر الإجماع الأول عديناه، من أنكر الإجماع الثاني عديناه، من أنكر الإجماع الثالث عديناه. طيب، أنت الآن ذكرت الخلاف، منهم من سماها شمالا ومنهم من سماها يمينا، والأصح ما هو؟ الأصح عندي أن اسمها كذلك يمين، فكلتا يدي ربي يمين في البذل والخير والعطاء، وكلتا يدي ربي يمين في ماذا؟ في الاسم. خذوا مني قاعدة وابحثوها بعدين، كل حديث يثبت أن اسم اليد الأخرى شمال فهو ضعيف، كل حديث يثبت أن اسم اليد الأخرى شمالا فهو ضعيف. وفيها حديثان، حديث في صحيح الإمام مسلم أخرجه في التوابع والشواهد لا في أصول أحاديثه، وأنتم تعرفون أن في الشواهد والمتابعات في الصحيح ما يوصف بأنه ضعيف، لأن فيه رجلا يقال له عمر بن حفص، وهذا ضعيف الحديث، ورواها أيضا غيره، ولكن كل حديث فيه ذكر الشمال فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. فالأصح عندي أنها يمين في الاسم ويمين في البذل والخير والعطاء. وإن سمعتم أحدا يقول بل هي شمال في الاسم، ماذا تقولون له؟ لست من أهل السنة؟ نحن نعاديك أيها المبتدع الضال المخرف المتهوك. الجواب لا، أنت أخونا ونحن كان مختلف، مثل خلافهم فيها رأى محمد ربه أو لا. خلاص، خذوها عندكم قاعدة احفظوها، ما دام الخلاف داخل دائرة أهل السنة فليس هذه المسألة المختلف فيها من مسائل العقيدة التي يوالى عليها ويعادى. أضرب لكم ثلاثة أمثلة، هذا المثال الأول في اسم يد الله الشمال أو اليمين. مثال ثاني، هل رأى محمد ربه ليلة أسره به؟ مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها في دائرة أهل السنة، خلاص ما يضر، خذ أي قول ترى أنه هو الراجح. مسألة ثالثة، هل الكفار يرون الله في العرصات يوم القيامة؟ فيها ثلاثة أقوال، منهم من قصر رؤية الله يوم القيامة في العرصات، أنا ما أتكلم عن الرؤية الثانية بإجماع أهل العلم مقصورة على المؤمن لأنها في الجنة، والجنة ما يدخلها إلا نفس المؤمنة، لكن أنا أتكلم في العرصات. منهم من قال يراه الثلاثة كلهم، المؤمنون والمنافقون والكفار، ويحتجب عن الطائفتين ويبقى يراه المؤمنون. ومنهم من قال بل يراه طائفتان، المؤمنون والمنافقون، وهذا هو أصح أقوال العلماء عندي والله أعلم، وعليه ثبتت الأدلة. وأما الكفار فهو يحتجب عنهم الاحتجاب المطلق. ومنهم من قال بل حتى في العرصات تقصر رؤية على المؤمنين، فلا يراه المنافقون ولا الكفار. إذن الخلاف فيها ساحق، والأصح عندي أنه يراه المؤمنون والمنافقون. اسمعوا يا جماعة، الناس باعتبار الإيمان من عدمه ثلاثة أقسام، منهم من آمن بالله باطنا وظاهرا فهذا له حق الرؤيتين في العرصات وفي الجنة،
أنتم معي في هذا ولا لا؟ ومنهم من كفر بالله باطنا وظاهرا، فهذا يحرم من الرؤيتين في العرصات وفي الجنة. من يأتي القسم الثالث؟ منهم من آمن ظاهرا وكفر باطنا فأعطي رؤية دون رؤية من باب كمال عدل الله في هذا الإيمان الظاهر، من باب كمال عدله. ولذلك يقول العلماء، يقول في الحديث قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيتبعونه، قال فيسجد له كل من كان يسجد في الدنيا إلا من كان منافقا. إذا المنافق رأى، يرى في العروسات، فإذا المنافق يرى، أما الكافر فكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ أي يوم؟ فأطلق الحجب، والأصل بقاء الإطلاق على إطلاق، فهم محجوبون عنه الحجب المطلق. فإذا الكشف المطلق للمؤمنين الخلص، الحجب الاحتجاب المطلق للكفار الخلص، الحجب النسبي أو نقول الكشف النسبي إنما هو للمنافقين. هذا هو القول الصحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى أن الكفار يرونه أيضا ويحتجب عنهم. نعم.